اخواتك فين يا نفيس؟ قاعدين في اوضتهم بيلعبوا. طب مش ممكن تسلمي على مرات خالك؟ سيب الله عليك ياخدي روعي. هوا هوا هوا. امال فين خدها؟ الحمد لله. قلتش انا حاجه؟ شفتي شفتي نفيسه سالت على مين؟ القلب وما يريد يا حبيبتي، ده حتى الواد خضير واحنا نازلين عمال يرفس يقول انا عايزه اروح العب مع نفيس، عاوز اروح العب مع نفيس. اخصى عليكي يا فتحيه، يعني لو ما كانش ابنك قال انا عايزه اروح العب مع نفيسه ما كانش حد شافك يا وليه؟ يا نهار ابيض، وانا اقدر برضو. انا بس عايزه اوريكي ان الواد ما يحبش يلعب غير مع بنت عمته، مش عارفه ليه يا اختي هتجنن. يا فتحيه، عايزه تشبكيهم من دلوقتي؟ وانا اقدر يا فاطمه؟ واحنا نطول، انتوا فين يا اختي واحنا فين؟ اخصى عليكي يا وليه، هو انا عندي عز من سيد اخويا؟ وهو الاخر ما عندوش عز منك، ده من كتر حبه فيكي سمى البت على اسمك. عشان تصدقي بقى وتامني بالله، البت طالعه الخالق الناطق زيك يا اختي. سمال 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 بقى انا قمر كده يا لهوي، ده عسل. ربنا يخلي. خدي بقى بنتك اهي. يا اختي زبالة، وتعالي نحضر لقمه ناكلها. يلا. لا ده احنا جايين نقعد شويه، نازلين على طول. وربنا هقطعك. اخصى عليكي يا فتحيه. طب خلي خضر ياكل مع نفيس. يا عوه عوه لعمته. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اختي، ده انتوا نورتونا النهارده. منور بصحاوي يا حبيبتي. الله، امال العيال فين؟ مش هياكلوا معانا ولا ايه؟ لا، ما انا عملت لهم شندوتشات تصبيره، هم ياكلوا بقى اما يجي ابوهم. بقول لك ايه يا فاطمه، ما دام ربنا فتحها على الحاج يا اختي، ما تجيبي لك طباخ بدل هاده الحل السودا دي يا اختي. وانا ورايا ايه؟ وراك ايه يعني ايه؟ هو كل ما هيجي لك حد بقى يتهد حلك الهاده السودا دي؟ انما تبقي قاعده مطرحك كده هنومه ستوته، الاكل يجي لك لحد عندك. ده انا لو قعدت اعيا، وبعدين عبده ما ياكلش من ايد حد الا من ايدي، ما انت عارف. حق يا فاطمه عليكي، نفس في الاكل ما حصلش. ده حتى سيد اخوكي على طول بيعايرني بيكي، يقول على اكلي مسخ ملوش طعم. كل شويه يقول فين ايامك يا فاطمه، فين ايامك يا فاطمه. كل يا خضير، كل يا حبيبي. عاوز لحمه. اخصى عليكي يا فتحيه، ما تاكلي الواد، ما اللحمه قصاده اهو. كل يا حبيبي، كل يا ابني. ايه ده يا ماما، انتوا هتديله كل الاكل؟ امال احنا هناكل ايه بقى؟ ما اللحمه ما هي قصادك، لما تبقى تخلص نبقى نجيب من جوه. يا ساتر، اشمعنى نفسك مفتوحه قوي على اللحمه هنا؟ مفتوحه قوي، عاوز لحمه. طب ده انا في البيت، في البيت اتحايل عليه واغلب لحد ما اكله حته لحمه قد كده في بقه. وانت بتجيبوا لحمه؟ الله يكسفك البعيد. شوفي الواد بطوله لسانه، ولا حد في عيلتك ولا في عيلتي طالع لسانه طويل كده. بسم الله يا اختي، ما تاخديش عليه، ده عيل. بقول لك سيد عامل ايه معاكي بقى؟ طول النهار صباحي كده في القهاوي ولا ايه؟ قهوي يا فاطمه، ما انسي يا اختي، هو اخوك النهارده حمل مصاريف قهاوي؟ القهاوي ما انت عارف، ما انت عارفه البير والغطاء اللي جاي على قد اللي رايح. ده الواد عين امه كان محتاج بنطلون من المدرسه، ما لقيتش ولا مليم، استلفت من جارتي فلوس عشان اشتري له البنطلون. كل يا خضير، كل يا حبيبي، كل. الله، انت غيرتي الغوايش؟ بعد عنك، ده الاولانيين عوروني غيرته. حلوين يا اختي حلوين، الهي تلبسي وتتمتعي وتتهني انت وجوزك وولادك. بقولك ايه يا فاطمه، عاوز اطلب منك طلب يا اختي بس مكسوفه. لا يا اختي ما تتكسفيش. الهي خليك يا اختي تكلمي جوزك يزود اخوكي قرشين، اديكي شايفه الدنيا بقت نار. وبصراحه بصراحه اديكي شفتي الواد بيقول لك ما عندناش لحمه، عايزه اجيب لهم لحمه. يا اختي من عندي قبل العندي. ربنا يخليكي ليا يا اميره القمره، الهي يزودك انت والحاج، الهي يديكم من نعيم الله، الهي يكفيكم شر العايه، الهي يكفيكم شر اولاد الحرام، الهي يكفيكم شر المرض، ما تحرمش منكم يا قمره، يا اولاد الحلال يا اولاد الناس.